كم سنة؟ عندي حلمي. تمام. انت اللي بتعيط؟ ليه بس؟ انت اللي عايز ايه؟ عايز مصاصة. عايز مصاصة؟ منين؟ حاضر. عايز ايه تاني غير المصاصة؟ تفاحة. تفاحة كمان؟ كنت بتاخدي تحطي فين يا ماما؟ مع مين؟ تفكري نقطة شاي بس لما تعطيه لي. صراحة كنت شوية ولا لا؟ ليه؟ عشان الظروف يعني؟ يعني اقعد معاك في البيت دلوقتي. هو في يوم ما طيب. بس يا ستي. تقدري تجي لنا الفيوم؟ عايزين تجيلي ثلاث مرات جلسات اشرح لك دلوقتي سعر الجلسه هيبقى كده. بس ده لازم تجيلي بالورقه دي عشان ده ليه اليوم هنا. فاهمه قصدي؟ في المكان يعني مكان اهو. طب العنوان؟ بغوص. عارفه مستشفى الزهراء؟ مستشفى الفيوم خالص؟ طب هي مره وهتعرفي تيجي يعني انت لو جيتي اول مره بالوصف بالتليفون بعد كده هتعرفي تيجي. ماشي. كام يعني في الاسبوع؟ ثلاث مرات. يعني كده اول حاجه امتى؟ ان شاء الله باذن الله هكتب لك المواعيد. ماشي. اديني اثنين. ماشي. ومثلا الاربع والخميس. ولا الخميس عندكم المواصلات صعبه؟ خليها الثلاث. عادي اي جبت الخميس ماشي جبت الاربع. ما عشان اظبط المواعيد على اساس عندي في المركز. ماشي. تمام. هنبدا اول يوم الاثنين. لما تيجي الاثنين نتظبط باقي المواعيد. ماشي. بس هديني الساعه 11 الصبح. ماشي. تمام كده.